إقصاء مجموعة من الجرائد الورقية والإلكترونية من نشر الإعلانات الإدارية للسيدات والسادة النواب المحترمين من الفريق الحركي. تفضل سيد النائب المحترم. نسائكم السيدة الوزيرة عن المعايير المعتمدة في تحديد لائحة الجرائد والمواقع الإلكترونية التي يمكنها نشر الإعلانات الإدارية، وما هي الأسباب وراء إقصاء عدة جرائد عريقة كنموذج جريدة الحركة، وشكرا. جواب السيدة الوزيرة. المحترم، هذه فرصة باش نوضحوا للجميع هذا الموضوع باش ما يكون فيه حتى لبس. فالأمر كيتعلق بكل بساطة بالإعلانات اللي عندها طابع مالي والصيغة الاقتصادية، وبالأساس هذيك اللي عندها علاقة بسوق الرسامين. ما كنتكلموش على باقي الإعلانات الإدارية أو الإعلانات القضائية طبقا للقانون 44-12. الهدف من هذا القرار اللي وقعناه في الوزارة هو تحديد اللائحة ديال النشر ملائم لهذه المعلومات، باش نعطيو هذه المعلومة للمدخرين والناس اللي كتولج لهذا القطاع السوق ديال الرساميل. وفهاد اللائحه ما كانش الغرض ديالها انها تقصي اي جريده، ونعاود ناكد كتعلق الا بالمعلومات ذات الطابع المالي والصبغه الاقتصاديه. تعقيب السيد الرئيس. شكرا. تفضل السيد الرئيس. شكرا سيد الرئيس. سيد الوزير المحترم، ما تمخض الجبل فولد فأرا. بالدارجه كما قالوا المغاربه زمان، الفقيد حماد قرا البراء 7 أيام قال لهم الخط عيان. وهذا ما ينطبق للأسف على حكومتنا اليوم الموقرة، لأنها كتبت في إطلالة جديدة أنها خارج الزمن الإعلامي، وعوض الاتصال تفضل انفصال بانفصال قراراتها العشوائية. الإعلام هو الحلقة الضعيفة في نموذجنا التنموي الجديد، وهو شريك أساسي لمواكبة التنزيل. كنجيو اليوم عوض أن الحكومة يعني تعطينا واحد المخطط شامل لتحفيز ولتحويل هذا الإعلام لواحد الفضاء حقيقي للنقاش العمومي، كطلع لنا بواحد مقاربة انتقائية، أعطي لهذا أحيد لهذا بدون وجه حق وبدون يعني معايير واضحة. المعايير اللي تقدمت بها السيدة الوزيرة ما واضحاش، لأن كان إلا بغينا نوضحها أكثر كانت تكون طلبت عروض باش ديك الساعة نحددوا المعايير على المنابر اللي وقع عليها الاختيار. ولكن إلا جينا فقط كنقولوا حنا كنديروا هاد المقاربة فقط للجرائد اللي عندها بعد إعلامي أو بعد مالي عفوا، فهذا الشيء غير مقنع. وبالتالي فكنبقاو دائما كتحدد القرارات ديالنا النزوة والعشوائية والهروب إلى الأمام، وما يعرفوا بسياسة النعامة، فهنيئا لكم بهذه السياسة، سياسة الهروب إلى الأمام وسياسة كم حاجة قضيناها بتركها. شكرا سيد الرئيس. رد السيدة الوزيرة على التعقيب. المحترم، نعاود نذكر بأن القانون واضح والمسطرات طبقات وماشي أول مرة، وما كانش الغرض نقصيو أي حد. هو كانت فرصة باش نفهموا بأن يمكن بعض وسائل الإعلام ما كانش عارفة المسطرة، وهذه فرصة يمكن باش نجودوا هاد المسطرة. وتكلمنا، كان عندنا نقاش مع الهيئات المعنية، وغيكون عندنا إن شاء الله فرصة باش يكون تحيين ديال هذا القرار، باش ما يكون إقصاء ديال تا واحد، ويكون تكافؤ الفرص. ونعاود نذكر بأن القانون طبق، وما عندنا حتى شي طلب في الوزارة اللي جانا، وما لبيناش طلب ديال أي جريدة أو سيت إلكتروني.